عدة أطعمة خارقة يجب أن تدخل في غذاء الإنسان لكي يتمتع بصحة جيدة. أبرز هذه الأطعمة الأفوكادو، وهي ثمرة غنية بالألياف عالية القيمة الغذائية، فضلاً عن احتوائها للمعادن والدهون الصحية والفيتامينات المفيدة. سمك السلمون، وهو من الأغذية عالية الدهون الصحية والفيتامينات والبوتاسيوم والسيلينيوم، فضلاً عن الأوميغا 3. الكركم، وهو من أنواع التوابل المفيدة جداً كغذاء مضاد للأكسدة، ويحوي مضادات للالتهاب، حيث يدخل الكركمين كعلاج طبيعي لعدة أمراض. زيت الزيتون، ويعتبر من أهم دعامات النظام الغذائي المتوسطي، فهو مليء بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ويعد أساس علاج الالتهابات، كما أنه يقلل أمراض القلب والسكري. أيضاً تدخل النباتات الداكنة والتوت والشاي الأخضر والبيض والبقوليات والمكسرات والبذور، إضافة إلى مشتقات الألبان والثوم والزنجبيل والبطاطا الحلوة والفطر والأعشاب البحرية، وكلها ضمن قائمة الغذاء المميز، مع أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.